أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها لمناقشة تصريحات رئيس مجلس الأمن الدولي بخصوص الوضع في اليمن وإمكانية السيناء في المسار السياسي المتعثر. أكد مجلس الأمن الدولي دعمه الكامل للجهود التي يبذلها مبعوث الأمين العام إلى اليمن مارتن جريفيث من أجل التوصل إلى حل سلمي للأزمة. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها رئيس المجلس السفير السويدي أولف سكوغ، حيث قال إن الأعضاء أقروا بأهمية مينائي الحديدة والصليف وجددوا دعوتهم لإبقائهما مفتوحين للعمل في أمان نظرا لاستمرار الخطر على الوضع الإنساني الخطير. نتوقف عند الخبر لنناقشه في محورين: هل توقفت المعركة العسكرية وأفسح المجال للمسار السياسي؟ وما هي التنازلات التي يمكن تقديمها لأجل إنجاح هذا المسار؟ نذهب لمشاهدة التقرير ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا. أعلن افتتاح جلسة مجلس الأمن لا جديد تقريبا في موقف مجلس الأمن حيال تطورات الحرب في اليمن. لم تكشف جلسة المناقشات التي عقدها المجلس شيئا من جديد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث الذي عاد للتو من عدن وصنعاء بعد لقاءين أجراهما مع الرئيس هادي والحوثيين في ظل تصريحات متفائلة أثارت اهتمام المراقبين. فقد كرر المجلس في الإعلان الذي اعتمده خلال جلسته المخصصة لمناقشة الوضع في اليمن، كرر دعوته الروتينية ذاتها للأطراف كافة بالانخراط بشكل بناء في جهود الأمم المتحدة للمضي نحو حل سلمي، وتمسكه كذلك بموقفه الذي يؤكد ضرورة أن يبقى ميناء الحديدة والصليف مفتوحين ويعملان في أمن تام بالنظر إلى الأزمة الإنسانية الخطيرة المستمرة، خصوصا أن المساعدات الإنسانية الدولية بنظر المجلس تصل إلى هذين الميناءين. دعوة تبقى في طور العمومية كما يرى المراقبون، خصوصا وأن مجلس الأمن لم يحدد بوضوح الكيفية التي سيبقى فيها هذان الميناءان مفتوحين في ظل المعركة المفتوحة الدائرة في محيطهما. وبحسب الإعلان فقد استمر أعضاء مجلس الأمن أيضا في تأكيد دعمهم الذي لا لبس فيه لجهود المبعوث الأممي، وتأكيدهم كذلك أن الحل السياسي يبقى السبيل الوحيد لإنهاء النزاع في اليمن. قدم المبعوث الأممي تقريره عبر الفيديو في مؤشر على أن جريفيث لم يجد ما يستحق أن يحمله إلى نيويورك، بما يتفق مع التزامه المعلن أمام المجلس بإنجاز إطار عمل لاستئناف المفاوضات بين الأطراف اليمنية، أخذا في الاعتبار استنفاذ المبعوث الأممي للمدة الزمنية التي قطعها على نفسه أمام المجلس. تختلط الأوراق على نحو ملحوظ بالتزامن مع التحركات التي يبذلها المبعوث الأممي في الوقت الذي ينفتح أفق الحديدة على تطورات دراماتيكية بينها اندلاع معركة وشيكة تفتقد إلى الأرضية المفترضة من التفاهم بين التحالف والشرعية، وهو المعطى ذاته الذي يراه المراقبون سبباً في تجدد التوتر بين الشرعية من جهة وبين الأدوات السياسية والعسكرية المرتبطة بأجندة أبو ظبي لمحاولة جديدة على ما يبدو لتقويض البيئة السياسية للشرعية في العاصمة المؤقتة عدن. مجددا الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بمن ينضم إلينا من القاهرة المحلل السياسي الأستاذ وضاح الجليل، وكذلك من تعز الكاتب الصحفي أحمد شوقي. أحمد، وأبدأ معك أستاذ وضاح، إذا كيف تفسر جهود المجتمع الدولي ومجلس الأمن لإيقاف معركة الحديدة؟ نعم، مساء الخير لك لجميع المشاهدين. من الواضح أن أداء المجتمع الدولي من خلال أدواته المعروفة وهي الأمم المتحدة ومجلس الأمن، من الواضح أن هذا الأداء لا يؤدي إلى حل سياسي في اليمن، وهذا المجتمع الدولي لا يرغب في تحقيق سلام أو تسوية سياسية حقيقية في اليمن. هو فقط يريد أن يدير هذا الصراع بما يحقق مصالحه وأجندته وبما يجعل المنطقة عموما مساحة ومجال للتدخل ومبيعة الأسلحة وتحقيق الكثير من الأغراض والأهداف. حاليا هذا رد الفعل الأخير من مجلس الأمن يكشف عن تناقض ضمني وليس واضح. الحديث عن بقاء تجنيب الميناء، ميناء الحديدة الحرب، وإبقائه مفتوحا لأجل العمل الإنساني،
فيه تواطؤ مع الحوثيين بأن يبقى الميناء تحت إدارتهم وإشرافهم، وبالتالي استفادتهم منه وعدم ولا يوجد في ما صدر عن المجلس ما يوحي بأن هناك رغبة لدى المجلس لإعادة التحقيق سلام حقيقي في اليمن من خلال إنهاء الانقلاب وإعادة الميناء وغيره من مؤسسات الدولة وأيضا المحافظات والمناطق التي ما زالت تحت سيطرة الانقلابيين إلى سيطرة الدولة وإلى إدارتها. أما بالنسبة لمارتن جريفيث فمن الواضح أنه كسابقيه من المبعوثين السابقين يريد فقط أن يشعر أو يقدم للعالم وللرأي العام وللمجلس الأمن تصور بأنه يخطو خطوات حقيقية في طريق إنجاح مهمته. كل تصريحاته تدل على أنه لا يقول شيئا حقيقيا، يتحدث عن ما يسميها بمشاورات مثمرة، يقول أن هناك تقدم في المفاوضات، هناك أشياء يحققها وأشياء ينجزها، لكن عمليا لا يوجد شيء. عندما يتحدث مسؤول أممي بهذا الحجم بتلك العبارات والكلمات المبهمة غير الواضحة ولا يعطي تفاصيل عن ما دار ويعطي معلومات حقيقية، فهذا يعني أنه يدور في حلقة مفرغة وأنه فقط يريد أن يحقق شيئا وأن تستمر مهمته وأن يوحي للرأي العام بأن هناك تقدم في مهمته وأنه يعمل على إنجاحها وإنضاجها. المشكلة الحقيقية هنا أن كما ذكرت في البداية أن المجتمع الدولي لا يريد تحقيق تسوية وسلام حقيقي في اليمن، وإنما فقط يريد أن يدير هذا الصراع ويعطيه أبعاد مختلفة وأن يبقيه مساحة للتدخل من ناحية ومساحة أخرى لاستنزاف وابتزاز مختلف القوى في المنطقة، أقصد القوى المتصارعة. وأيضا لا يهتم المجتمع الدولي حقيقة للأزمة الإنسانية، وإنما يتعاطى معها كورقة ابتزاز فقط لجميع الأطراف. نعم الحقيقة هنا. نعم تفضل. نعم طيب، يعني في هذا السياق دعني أسأل الأستاذ أحمد الكاتب الصحفي الذي ينضم لنا عبر الهاتف من تعز. أستاذ أحمد، ما الذي يمكن أن يعتبر أو ما الذي يمكن أن يحدث لأن يجتمع الفرقاء اليمنيين بشكل سريع في طاولة المفاوضات معينة حتى يتم تجاوز مسألة الحرب؟ وبرأيك هل يمكن حدوث ذلك قريبا؟ لا يمكن أن يحدث أي لقاء سوى بوجود تقدم حقيقي يعني على حساب الجماعة الحوثية، وهذا لم يحدث إلا بالسيطرة على محافظة الحديدة ومن الحديدة من قبل قوات الشرعية المسنودة بالتحالف العربي ويعني أدواته على الأرض وفي الجو أيضا. ما حدث خلال الفترة الماضية هو أنه تم استدراج يعني التحالف العربي والشرعية اليمنية يعني تطويل أمد لمعركة الحديدة ويعني إعطاء فرص للحوار حول تسليم الميناء والمدينة. وكما نعلم نحن من تجارب سابقة أن الحوثيين دائما ما يستخدمون الوقت لإعداد أنفسهم، وقاموا بتجهيز أنفسهم وتلغيم مدينة الحديدة بمقاتليهم وبأسلحتهم وبألغامهم وبيعني تواجدهم داخل الأحياء السكنية في المدينة، مما صعب المهمة على القوات المشتركة. وهذا من ضمن الأخطاء المتكررة والتي أصبحت مملة الآن، يعني للأسف الشرعية والتحالف العربي لم يستفيدوا من التجارب السابقة ولم يستفيدوا من استغلال الحوثيين لعمل الوقت والمناورات السياسية. تأتي الآن للأسف يأتي هذا مع فشل الدبلوماسية اليمنية في التعبير عن موقف حقيقي وعن محددات الأزمة التي هي واضحة منذ بداية هذه الأزمة أننا مختلفون أو نحن لدينا مرجعيات محددة هي للحوار
من ضمن البنود الرئيسية في هذه المرجعية تسليم السلاح والانسحاب من المناطق التي تسيطر عليها الجماعة ويعني ضبط السلطة والدولة، وهذا الكلام كله قبل مسألة الحكومة وقبل مسألة يعني أي حوارات سياسية أخرى. فقضية الميناء الآن، الحوار على قضية ميناء الفريدة طبعا من المفروغ، يعني المفروغ منه أن الأمم المتحدة كانت منذ فترة طويلة، ربما منذ عامين كان هناك مقترح بتسليم الميناء للأمم المتحدة، كون هذا المقترح الآن يعود للواجهة. نعم. من هذه السلطة الشرعية أم سيبقون فيها والميناء سيسلم للأمم المتحدة؟ أعتقد أن هذا يعني استنزاف للوقت، وللأسف كان بإمكان القوات المشتركة أن تمارس عملها على الأرض في الوقت الذي يستمر المبعوث الأممي في حوارات مع الحوثيين، بحيث أنه إذا طال عمل الحوارات هذا أن تكون المعركة على الأرض قد حجمت، لا يوجد هناك فرار من هذا الموضوع. وما لم يتم تسليم الحديدة مدينة وميناء إلا القوى الحكومة الشرعية فلن يحدث هناك أي حوار، ولن يشعر الحوثيون بأنهم مهددون، بل سيشعرون أن هناك مساحة ما زالت المناورة وأنهم بإمكانهم التفاوض حول شروط ويعني ذات سقف أعلى. فأعتقد أنا في المحصلة أنه لا أمل لنا بأي حوار ولا أمل لنا بأي حل سياسي ما ميدان للقوة الشرعية على الأرض في ميناء ومدينة الفديدة، على الأقل من أجل قطع المنفذ والشريان الرئيسي الذي يمدهم بالأسلحة وأي تموين آخر. نعم أستاذ أحمد، أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا. أعود إلى الأستاذ وضاح الجليل. أستاذ وضاح، يعني في سياق الحديث على أن الأمم المتحدة أو أن هناك اقتراحات بأن تدير الأمم المتحدة بناء الحديدة، وأن يكون يعني هذه المسألة لم تكن مطروحة من قبل من قبل الحكومة الشرعية كمطلب أو ك يعني حل ما طرحته الحكومة الشرعية، هل برأيك هذا الحل يمكن أن يكون يعني مقبولا لدى الحكومة وفقا للتطورات الجديدة على الميدان؟ نعم، لا أظن أن الحكومة الآن في وضع ضعف يسمح لها أو يهيئ لها أن تقبل بهذا الحل. هذا الحل ربما كانت سترفضه الحكومة في وقت سابق عندما كانت القوات الحكومية تبعد عن مدينة الحديدة بأكثر من 200 كيلومتر، أما الآن وقد أصبحت على مشارف المدينة والميناء فمن الصعب أن تتعاطى الحكومة بمنطقة الأضعف، وخصوصا وأن الأوضاع الميدانية لصالحها والقوة العسكرية ترجح كفتها. لكن المشكلة هنا في الضغوط الدولية التي تمارس على الحكومة وعلى التحالف العربي، كما ذكرت سابقا هناك رغبة في إبقاء الصراع، وإبقاء الصراع يقتضي هنا إبقاء الحوثيين كقوة، ووجود الحوثيين على ساحل البحر الأحمر يمنحهم هذه القوة. إذا تم تجريد الحوثيين من ميناء الحديدة وإنهاء تواجدهم على الساحل الغربي ستعرضون للكثير من التشتت والضعف، وسيفقدون الكثير من مصادر التمويل سواء المالي أو المادي بالأسلحة. إضافة إلى ذلك فالجغرافيا التي يسيطرون عليها، وبرغم أنها هي الحاضنة الشعبية لهم، إلا أنها أيضا منطقة رافضة لهم بحكم أن أبناء هذه المناطق أكثر من عانوا من هذه الحركة ومن أسلافها، ويعرفون حجم المعاناة التي عاشها أجدادهم على يد أسلاف هذه الحركة. بالتالي هنا أظن أن الحكومة الآن هي في منطق نظريا هي أقوى من الحوثيين وتستطيع أن تفرض أجندتها وتفرض مطالبها، لكن الحوثيون يمتلكون ورقة الضغط الدولي الذي يرغب في بقائهم كورقة ابتزاز طائفية وأمنية وفي المنطقة ورقة لإبقاء وإدامة الصراعات المذهبية والطائفية في المنطقة، وبالتالي جعل المنطقة مساحة وفضاء للتدخل الخارجي. حاليا الأداء العسكري للحكومة برغم هذا التقدم على جبهة الساحل الغربي يعتبره الكثير من العيوب والنقص، خصوصا وأن القوات تتقدم على الساحل الغربي فقط ولا تقوم بالتوسع في عمق محافظة الحديدة، حيث هناك
كثافة سكانية ومديريات مهمة، هناك مراكز كثيرة يتواجد فيها الحوثيون ويسيطرون عليها، ومن خلالها يستطيعون دائما الإغارة والهجوم على خطوط القوات الحكومية ومحاولة إعادة السيطرة على الساحل الغربي وتنفيذ عمليات نوعية أيضا لاستهداف القوات الحكومية على هذا الساحل. من المهم أن يتم تحرير المديريات في عمق محافظة الحديدة، أن يتم قطع خطوط الإمداد والتواصل ما بين القيادة المركزية للحوثيين في المحافظات الشمالية سواء في صعدة أو صنعاء، وأيضا الخطوط أو الجبهات في على الساحل الغربي. من المهم أيضا محاصرة مدينة الحديدة من أكثر من اتجاه. أتوقع أن المفترض حاليا هو فرض أمر واقع على الحوثيين وعلى المجتمع الدولي أكثر من الدخول في عملية مفاوضات وانتظار ما ستسفر عنه جهود المبعوث الأممي، وهي كما لاحظنا سواء مع هذا المبعوث أو مع سابقه غير مجدية ولا تحقق أي تقدم. هناك الكثير من الضعف. نعم تفضل تفضل. إذن أشكرك أستاذ وضاح الجليل المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. بالعودة إليك أستاذ أحمد، أستاذ أحمد، يعني في سياق المعاناة الإنسانية الحاصلة الآن، تحذيرات كثير من المنظمات حول الوضع الإنساني في اليمن عموما، في الحديدة أيضا، حديث منظمات عن 80,000 نازح من الحديدة، عن 500,000 إنسان مهددين ووضعهم خطير في مدينة الحديدة. عندما يتم الحديث عن الحلول السياسية، هل يوضع بالاعتبار لكل أو يتم وضع كل هذه المعاناة الإنسانية في الاعتبار، أم أن هناك مصالح تأتي قبل ذلك؟ طبعا هو يعني في المقام الأول أعتقد أنه ليس من مصلحة يعني الغرب أن يتركوا اليمن بشكل كامل لإحداث يعني انتصار كامل على القوات الحوثية، بحيث أنه لابد من وجود ثغرات يعني تضمن استمرارية يعني أدائهم. و الحكومة الشرعية ومن خلفها دول التحالف العربي هو سيصنع أيضا نفوذ لهذه الدول ربما يعني مغلق في هذه المنطقة، وبالتالي هناك أطراف كثيرة تريد أن يستمر الحالة الرخوة من أجل أن يستطيعوا أن يمدوا أذرعهم إلى هذه يعني الملفت في هذا الموضوع، أن هناك تخوف من المأساة الإنسانية. في المأساة الإنسانية هي تزداد يوما بعد آخر بحكم استمرار المعاناة واستمرار وضع لا سلم ولا حرب يعني، وبالتالي هناك حاجه لحسم الامور في هذه المنطقه بالذات في مدينه الحديدة، باعتبار ان هي يعني مغذي اساسي للصراع من خلال يعني ورود الاسلحه والذخائر، وهذا الشيء يعني قد اصبح الان معترف فيه يعني كثير من يعني الجهات الرسميه او الجهات الكبيره في العالم، الان اصبحت معترفه بان ميناء الحديدة ايضا يتم ادخال يعني اسلحه عبره، يتم ادخال يعني قطع صواريخ او مقذوفات ناريه، ايضا كذلك الاستخدام هذا الميناء كمورد رئيسي لنشاط الميليشيات، وهذه الميليشيات اصبحت يعني حتى الراي العام العالمي او نقل بعض وسائل الاعلام العالميه اصبحت ترى ان الحوثي الى حد ما قريب من نموذج داعش في ممارسة الارهابيه والقمعيه والظلاميه والقتل والاباده لفئات ومجموعات داخل المجتمعات تخالف هذه الجماعه، وبالتالي مساله يعني المراوحه وترحيل الازمه يعني يخلق ازمات اكبر. المستغرب في هذا الموضوع هو الجهد الدبلوماسي الذي تمارسه الشرعيه، اين ذهب يعني اين ذهب خطاب الشرعيه حول مساله المرجعيه الثلاث وحول مساله القرار الاممي وحول مساله ايضا حق الشرعيه في بسط نفوذها داخل المناطق اليمنيه؟ لماذا اصبحنا الان ميناء وحول حي وحول مدينه وحول حق؟ مسائل قضايا من هذا القبيل، من عيب الحكومه الشرعيه ان تقبل هذا الكلام، وهي في هذا الوضع كما تحدث اخي وصديقي وضاح الجليل، هي الان اصبحت على مشارف مدينه الحديدة، كيف فات كل ذلك الوقت ولم يستطيعوا الدخول الى مدينه الحديدة او قطع على الاقل يعني قطع الامدادات التي تتقدم للحوثيين في هذه المنطقه
وقبل ان يتم تلغيم هذه المدينه. اذا المعاناه الانسانيه ستظل مستمره ما لم يخرج الحوثي من مدينه الحديده ومن الحديده لا اعرف اي سلام. هناك تفاؤل قد يكون على يعني مسار التمثيل داخل الحكومه فيما بعد يعني او شراكه او اي شيء من هذا القبيل، لكن ان نعطي المنافذ يعني مساحات التمرد على المساحات الفارغه من اجل يعني اختراق استغلال هذه المساحات لحدث اختراق وتمرد جديد، هذا مساله غير مقبوله، يجب ان ترفضها الحكومه جمله تفصيله، ولديها اقصد الدعم السياسي ايضا من الاقليم. نعم نعم، اذا اشكرك استاذ احمد شوقي الكاتب الصحفي، كنت معنا على الهاتف من تعز. ومن تعز ايضا ينضم الينا مشاهدينا الكرام استاذ العلوم السياسيه في جامعه الحديده الدكتور فيصل الحذيفي، اهلا بك دكتور. مرحبا بكم الكرام، حياكم الله دكتور. في طبيعه الحال يعني ما يجري على الارض ينعكس على الاروقه وعلى كواليس السياسه دكتور، يعني فيما يتعلق بالمساله اليمنيه مطالب اليمنيين كبيرة أمام ما يفعله الإنقلابيون، الحكومة تريد رفع السقف بكل تأكيد، لكن ما هي التنازلات التي يمكن القيام بها أو هناك مساحة ممكنة من العمل عليها سياسيا لتحقيق اختراق سياسي في مسألة حل للمسألة اليمنية؟ التنازلات الممكنة لا يمكن تصورها بدون توفر إرادة الأطراف المتصارعة في اليمن. إلى الآن لا وجود لإرادة سياسية للتقارب أو التنازل، يعني هناك حكومة شرعية تم الانقلاب عليها وهي معززة بمجموعة قرارات دولية تطالب من منظور شرعي محلي ودولي وإقليمي أن يتم تنفيذها. الطرف الآخر المعتدي وهم الانقلابيين والتحالف الانقلابي هو الذي عليه أن يبدي إرادة حقيقية ويبدي تنازلا يمكن أن يساعد في إنهاء الحرب وعودة البلد إلى وضعه الطبيعي الذي نستغني عن تدخل دول الإقليم والعالم. طبعا دول الطرف الآخر وهو الانقلابيون إلى الآن من غير الممكن أن يتنازلوا ولو شبرا واحدا، وهم مستمتون ويعتبرون السلطة ميراثا تاريخيا لهم، ويعتبرون ثورة 26 سبتمبر كانت انقلابا، وهم الآن إنما يستعيدون حقهم التاريخ المشروع الذي يمتد لآلاف السنوات. منطق كهذا يجعلك تتيقن بأن أي تنازل من الطرف المعتدي غير قائم، وبالتالي لا تتوفر إرادة ولا يوجد امام الحكومه الشرعيه غير التمسك بحقها الشرعي وبالقرارات الدوليه وبمرجعيات الثلاث، وسينتهي الصراع حتما بحسم عسكري او بتنازل اضطراري عندما تتقطع اوصالهم الى ان يعودوا الى غير قادرين على الاستمرار. طيب هل هذا الامر منظور بالنسبه لطبيعه التحشيد الذي يحدث من قبل الحوثيين بكل الأماكن، على أيضا طبيعة الحركة التي تجري بداخل المحافظات التي لا تزال تقبع تحت سيطرتهم، هل من المنظور وصولهم إلى هذا الحال؟ لا، هو أنا كما أسلفت بأنه يستبعد أن توجد لديهم إرادة حقيقية للتنازل، هذا أولا، واستماتتهم بهذا وحشدهم بهذا الشكل هو إنما ينبئ عن عدم اتجاه المسألة اليمنية إلى حل سلمي، والأمم المتحدة تسعى إلى حل سلمي في إطار مبعوث الأمم المتحدة الذي يشتغل وفق الفصل السادس، وليس له خيار آخر إلى أن يشتغل وفق هذا. طبعا ربما يكون الخطاب البيني غير المعلن مع المبعوث الأممي في صنعاء من دون الانقلابيين، هناك إيحاءات بأن لديهم استعداد ويضعون بعض الاشتراطات وتؤخذ بمحمل الجد، ولكن هم يمارسون الكذب ويأخذون وقتا كبيرا لكي يحققون اختراقا لصالحهم، لأن كل ما ضعف الجانب الحكومي أو طرف الشرعية هم يعتبرون منتصرين بسبب هذا الضعف، وعندما يكون أداء دول التحالف أيضا سيء في إدارة الخطط العسكرية على الأرض باعتبارها صاحبة القرار وليست الحكومة الشرعية، أيضا هم يستفيدون من هذا الاضطراب، وامتداد الحرب أيضا لمدة سنوات متتالية أيضا يجعلهم شبه منتصرون، لأن الناس تأيم الحرب وكل بيت فيها ضحية، وبالتالي الناس ينادون بالسلب كيفما كان،
والسلم كيفما كان غير ممكن ايضا، لان الطرف الاخر هو المقاومه والجيش الوطني والشعب الذي يرفض هذا الانقلاب دفع اثمانا باهظه، لا يمكن ان ياتي في نهايه المطاف ليسلم رقبته الى مجموعه من الافاقين وشذاذ الافاق الذين انقلبوا على السلطه بقوة السلاح وبالاحتيال وبالتحالف الانقلابي مع نظام ساقط أعطى لهم كل الامتيازات. طبعا لا أفق إطلاقا في مسألة الإسلامية، ولا أفق الحل السلمي للمسألة اليمنية. أشكرك أستاذ العلوم السياسية في جامعة الحديدة دكتور فيصل الحديفي، كنت معنا عبر الهاتف من تعز على تواجدك معنا في هذه الحلقة، كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات الزميل ماهر أبو المجد منتج الحلقة وجميع الأفراد في الطاقم الفني، إلى اللقاء.